الكثير سألوني عن الأكواب اللي أنا أشرب فيها، وأنا مثلكم أقتني أكواب لكبار الخزافين واستمتع بالشرب فيهم، وما أستخدم أبدا الأكواب التجارية. تعالوا خلوني أكلمكم اليوم عن هذا الكوب المميز. هذا الكوب تم اقتنائه من الخزاف البريطاني العريق جون ليتش. جون ليتش هو ابن الخزاف البريطاني الكبير ديفيد ليتش، ويدهم هو رائد الخزف البريطاني برنارد ليتش، وأيضا عنده أخو اسمه سايمون ليتش. العائلة كلها خزافين، كلها ليتش بليتش. الخزافين هذه اللي موجودين هم من كبار الخزافين البريطانيين، ولهم ورش ولهم أماكن مميزة. وهذا الخزاف يملك هو وزوجته مكان حلو جميل اسمه ماتشلي بوتري، وهذا المكان يقع في مقاطعة سمرست. جون ليتش عمل في الخزف منذ عام 1939، ويقول أنا ما سويت شيء بحياتي إلا الخزف، وعنده 5 أطفال. ماتشلي مكان حلو ومميز، تقدر تروح له وتقتني فيه عدد من الأكواب وعدد من الخزفيات. جون ليتش عنده خزفيات جميلة جدا، وهي أنواع عند الخزفيات الخاصة بالاقتناء، مثل الخزفيات الخاصة بالأواني والمستخدمة في المطبخ، وأيضا عنده خزفيات خاصة بالاقتناء للفنانين وللمعارض وللفنون التشكيلية. يمتلك جون ليتش في الورشة مالته أفران مميزة، وعنده أفران الخاصة بالخشب اللي قاعد تشوفون الأعمال كلها محروقة بهذه الأفران. استخدم 3 أنواع من أفران الخشب، كما أيضا يوجد عنده فرن خاص كهربائي لحريق البسكويت. الخزاف جون ليتش له تجارب كثيرة ولإبداعات كثيرة، ولا يزال يقدم ويعطي من كل قلبه. I think it's wonderful and a great privilege today to be able to make something you want to make that is of a part of a service to people who appreciate it. Yeah, designing pots and making them by hand, that's great today in this sort of rather plastic push button. والجون ليتش من الجميل جدا أن تقتني قطعة خزفية مصنوعة باليد من يد فنان، وتبتعد عن الصناعات البلاستيكية التي تصنع بزر واحد. تحياتي لكم، وأتمنى أن يكون هذا التقرير قد أعجبكم.